الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم تسليما. وصلنا بحمد الله وعونه إلى اختتام الدورة 17 لملتقى العالمي للتصوف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة دام له النصر والتمكين الملك محمد السادس. في دورة 17 تحت عنوان تصوف وسؤال العمل من إصلاح الفرد إلى بناء المجتمع، هذه الدورة التي كانت يعني جلها حضورية، مع العلم أننا احتفظنا يعني بجانب أو بعد يعني رقمي عن يعني أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجي مهمة وتلعب دورا مهما في التواصل مع الآخر سواء لبعده ولهذه الأسباب الاحترازية أو لتفشي الأزمة. ولكن الحمد لله بعد أن عرف المغرب انفراجا وباقي دول العالم فيما يخص وباء كورونا كوفيد-19، فأننا هذه الدورة ساهم فيها العديد من الأساتذة المبرزين والعلماء الأجلاء من جميع القارات مختصين في شتى العلوم، العلوم الإنسانية والعلوم عامة والفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية والتصوف، علم النية وعلم الأخلاق في الدين. فهذه السنة كانت متميزة في الحضور الهائل لجميع الجلسات، عرفت يعني تناول قضايا متعددة، ربط العلم بالعمل، ما للتصوف من أهمية في مساهمته في نشر ثقافة العلم والعمل وقيم العمل، لأنها روح العمل التي تبث في العمل الإخلاص والصدق حتى يكون ناجعا مؤديا دوره على أحسن مثال. لأن ابن عطاء الله الأسكندري يقول: أعمال صور قائمة وأرواحه جسر الإخلاص فيها، بدون إخلاص فالعمل تكون يعني كالجسد بدون روح. فهذه من بين التوصيات المهمة هو ربط العلم بالعمل وروح العمل، يعني القيم، قيم التي تساهم في جعل العمل عملا صالحا، ولقول الله سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه. إذن من جهة أخرى تهتمام من أحد التوصيات المهمة تهتم بالشخصيات البارزة في العلوم الإسلامية التي جمعت بين العلم والعمل، وهذا البعد الأخلاقي الصوفي كالغزالي وكابن عربي وكالعز بن عبد السلام والقاضي عياض في المغرب وعلماء أجلاء كان لهم هذا الدور، يعني الدور الفقهي، يهتموا بفقه الظاهري وفقه الباطن وعلم الجوارح وعلم الجوانح، فأسهموا إسهاما مهما في نشر هذا الإسلام، إسلام الوسطية والاعتدال وبقيمه التي جاء من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، قيم الرحمة وقيم هذه الأخلاق الفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وهذا يعني هذا الواقع الذي يتطلب منا يعني التركيز على فقه الرحمة وهذه جمالية الإسلام والبعد التخليقي والبعد، لأن العالم الغربي يعيش أزمة روحية، ولقد يعني العالم الغربي هو له تقدم تكنولوجي وتقني وغنى اقتصادي، ولكن يبقى يعني من حيث له جفاء روحي. فالتصوف عوض أن يذهب هؤلاء الغربيون إلى البوذيزم ولا التاويزم ولا، فليجيئوا إلى للتصوف المغربي، لأنه تصوف الأخلاق وتصوف السلوك والعمل. فكذلك من بين التوصيات هو إحداث ائتلاف للصوفية أو رابطة للتصوف للزوايا الصوفية الأصيلة من أجل المساهمة في تعطير الشباب، من أجل الجمع بين العلم والعمل، حتى لا يبقى التصوف فولكلوريا ويستغله العديد من الناس المتطفلين على التصوف، بل التصوف مبني على الكتاب والسنة، مبني على يعني في مناهجه على خلق رسول الله والصحابة والتابعين والعلماء العاملين. كذلك أهمية من بين التوصيات المهمة إدراج قيم التصوف والإسلام، إحسان يعني في المنظومة التربوية
سواء في 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 الاعدادي او الثانوي او الجامعي حتى في الابتدائي، ليتربى شبابنا اطفالنا على قيم المحبه والتسامح واحترام الاخر والتعايش مع الاخر. هذه السنه كانت يعني عرفت حضور كذلك تله من 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 مغاربه العالم، سواء في القريه التضامنيه، سواء كانوا من الطريقه او غير الطريقه، لانهم تشبعوا بخلق الصوفي الاحساني، انهم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ياتون من اوروبا ومن افريقيا وامريكا، والقريه التضامنيه ومعرض تسويق سلع تعاونيات، سواء التي تشتغل على في الميدان الفلاحي او الصناعه التقليديه، خير دليل على ان هذه الزاويه اصبح من بني درار الى بركان الى الناظور يستفيدون حتى المنطقه تجاريا من كل الحضور الذي ياتي الى من الفقراء والمريدين ومن المحبين ومن الشغوفين ومن. فمن جهل شيئا عاداه، وليس من راك من سمع. عندما ياتي الانسان الى هنا يرى ويتمكن من بأم عينيه أن يرى حقيقة الأشياء حتى لا يحكم عليها يعني أحكام باطلة ولا مشوهة والتصوف منها براء. إذن هذه كانت يعني مجموعة من التوصيات من بينها ما ذكرت، وإلا فالملتقى عرف يعني حضورا وحضور الرجال والنساء والعلماء والعالمات والأساتذة والأساتذة في جميع الميادين، وكان ناجحا بامتياز بشهادة الجميع. وما حضوركم كأحد الوسائل الإعلام نشكرها على ما بذلته من عناء ومن سهر من أجل يعني إنجاح هذا الملتقى العالمي للتصوف، الذي أصبح محطة أكاديمية تجلب إليها العديد ويطلبها، حتى أننا في حقيقة كان العديد لم نستطع أن نلبي جميع طلبات الجميع، لأنه على المستوى اللوجستيكي يعني كان هناك العدد محدود الذي يمكن أن ندبره. فشكرا لكم والحمد لله على ذلك. ما تنسوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.